بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة محيلا إياها بمرسوم إلى مجلس النواب، ومع سلة من التعيينات في جلسة العاشر من شباط، برز في الواجهة امتعاض وزراء الثنائي الشيعي والتلويح بأن وزير المال لن يوقع المراسيم. ولكن حتى ولو عاد الثنائي عن موقفه، هل يحق لوزير المال التمنع عن توقيع مراسيم حكومية بالمطلق؟ ما دام صدر قرار عن مجلس وزراء، هنالك ما يسمى مبدأ التضامن الوزاري، بمعنى أن كل الوزراء يلتزمون قرارات مجلس الوزراء، لهم الحق قبل صدور أي قرار الاعتراض. إذا صار في اعتراض وفقاً للمادة 65، ساعتها ما في توافق بنروح على التصويت. إذا الموضوع من الموضوعات العادية بنعمل تصويت بالأكثرية العادية. إذا الموضوعات هي أساسية مثل مثلاً تعيينات، بنروح على التلتين، بصير في تصويت بالتلتين. متى صدر قرار لمجلس وزراء وطلي علنا حسب مرسوم عمل مجلس وزراء الصادر سنة 92 معدل سنة 2002، طلي القرار صار في محضر، يصبح قرار مجلس وزراء ملزما لجميع الوزراء ولرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية حتى. هذا في المبدأ الدستوري. سؤال آخر يطفو في الواجهة، ماذا لو تمنع وزير المال عن توقيع أي من المراسيم؟ تمنع الوزير عن تنفيذ قرار وزاري أصبح، فأيا كان هذا الوزير، وأنا ما عم بحكي عن حالي بعينه، بتمنى هون نوضحها بكثير من التأكيد، مين ما كان الوزير وشو كان الموضوع، صرف النظر المجلس النيابي مفترض لولا كنا نحن بميني بارلمان بالحكومة، يعني ميرور مراية للمجلس النيابي، للأسف عطلت المحاسبة والمسائلة. لولا كنا في هذا النظام المسخ الهجين، كان مجلس النواب بيحاسب الوزير وبيطرح الثقة بالوزير، لكن المعادلة الرقابية تعطلت، فرح ننسى شيء اسمه رقابة برلمانية. بيبقى حل وحيد صرف النظر، برجع لك، عن الوزير واسمه والموضوع، اللي هو ممكن يصير في اتفاق على إقالة وزير أو تعيين بديل لأله. هذا بيطرح أكيد أزمة بالسياسة، لكن بالمعنى الدستوري عدم تنفيذ أي وزير لأي قرار وزاري هو أمر يخرج قبل ما يكون عن النصوص الدستورية، عن المبادئ المعمول بها في التضامن الوزاري. وهل يستوجب هذا الأمر تعديلا دستوريا؟ نظريا نعم، يمكن تعديل الدستور لإلزام الوزراء بمهن معينة لإنفاذ مقررات مجلس وزراء، لكن أسوة باللي صار مع رئيس الجمهورية بالقوانين وغيرها. لكن بقول لك أنه آخرة النهار الدستور يا في نية بتطبيقه يا ما في نية بتطبيقه. مرات كتير بيكون في نصوص واضحة، بس طالما تغيب الرغبة والنية والإرادة في التطبيق، فما منلاقي هذه النصوص اتطبقت. يعني العبرة منا دائما بالنصوص، هي أكتر بالنصوص. لتكون العبرة الدائمة هي الاحتكام إلى الدستور وتطبيق نصوصه بعيدا عن الاجتهادات للمصالح والأهواء السياسية.